يقولون في البداية يعني احنا نعرف ما هو العصب يعني بصورة عامة. ممتاز. أول شيء لو نفكر للسن بشكل عام، السن هو عضو من أعضاء جسم الإنسان، فزي أي عضو في جسم الإنسان مكون من أنسجة وخلايا وغيرها. فلو جينا مثلا نطلع من فكرة الفم والأسنان بشكل عام، نجي مثلا للجلد وللعضلات، هذه كلها تعتبر أعضاء من جسم الإنسان. بعض هذه الأعضاء مكونة من أنسجة، الأنسجة هذه البعض منها لو يصير له زي القطع أو يصير له زي الضرر يرمم نفسه بنفسه. مثلا الجلد لو صار لا قدر الله زي الالتهاب في الجلد أو قطع في الجلد، سبحان الله جلد الإنسان يقدر يعود يرمم نفسه بنفسه. بالنسبة إلى عصب الأسنان أو بالنسبة للسن بكل، مكون من أنسجة عدة. أولا نجي لطبقة المينا، هي النسيج الصلب. طبقة المينا سبحان الله من الأنسجة اللي إذا انقطعت أو انكسرت سبحان الله غير قادرة على بناء نفسها بنفسها، فتحتاج أن نحط مادة خارجية تعويضا لهذه الطبقة. طبقة العاج سبحان الله، طبقة العاج نسبها بعظمة الأسنان أو عظمة العظم العام، فسبحان الله طبقة العاج اللي هي الطبقة الثانية من طبقات السن. طبقة العاج سبحان الله إذا تعرضت لأذى تقدر تكون طبقة جديدة، مش نفس الطبقة الأولى، ولكن تقدر تكون طبقة جديدة لحماية عصب الأسنان. بس إذا تضرر عصب الأسنان للأسف الشديد، هو إلى الآن الأبحاث العلمية هل هو بالإمكان أنه يصلح نفسه بنفسه أو لا. خلال العشرين السنة الماضية للأمانة الأبحاث العلمية توجهت بهذا الموضوع بشكل كلي، ولقوا أنه في بعض المواد نحطها في سقف عصب الأسنان فتحفز عصب الأسنان سبحان الله أنه يكون خلايا جديدة ونقدر نحافظ عليه. بس السؤال ككل، متى نسوي علاج عصب الأسنان؟ علاج عصب الأسنان نسويه إذا تعرض العصب إلى تلف كلي، يعني غير قابل على استعادة حيويته، والأوردة والشرايين اللي فيه غير قادرة على إحياء نفسها بنفسها. فسبحان الله لما يدخل التسوس بين الطبقات الثلاث هذه يوصل إلى عصب الأسنان. إذا وصل عصب الأسنان يكون عصب الأسنان مليان من البكتيريا أو ممتلئ من البكتيريا اللي تسبب في تلف عصب الأسنان. الهدف الأساسي لعلاج العصب هو إزالة هذه الميكروبات اللي دخلت في قنوات الأعصاب وتعقيم القنوات بشكل كلي، ومن بعدها إضافة حشوة العصب. جميل. يعني عندنا حن الإشكالية الآن هي في ليس في طبقة العاج، صحيح، وإنما في نفس العصب. بالأصل هي يلتهب عصب الأسنان إذا وصل التسوس إلى طبقة العاج، حتى أحيانا يكون التهاب كلي لعصب الأسنان لأن طبقة العاج زي تيوبس أو زي نشبهها بالمواصير. فأحيانا إذا صار التسوس قريب من عصب الأسنان ولا وصل لعصب الأسنان، أحيانا يصير التلف الكلي لعصب الأسنان، فبالتالي يبدأ الواحد يتألم وتزداد الآلام، وودوني أقرب مستشفى. ممتاز. طيب. بالضبط.